السلام عليكم، انا شكري وهعمل معاكم النهارده البرازق. البرازق بتاعتنا احنا عملنا قبل كده البرازق الشاميه، دي البرازق المصريه، شكلها جميل وطعمها احلى. وعلى بركه الله نبتدي الشغل. عندنا ربع كيلو دقيق و125 سمنه، 125 جرام و50 جرام ميه و100 جرام سكر وطرف المعلقه صغير بيكنج باودر، ولو عندك شربات هتحط معلقه مع الميه. هنبتدي على طول نحط السمنة، 125 جرام سمنة على ربع كيلو دقيق، وندعكهم في بعض كويس. يمكن طريقة العجنة تبقى مختلفة شوية عليكم، بس نتيجتها كويسة جدا وتطلع بسكوتها حلوة وناعمة. هبدأ أعجن الدقيق مع السمنة كويس اهوت، أدعكه في إيديا. أنا عايزه يعجن، السمنة لازم تكون في درجة حرارة الجو يعني طرية، بدعك فيها لحد ما تعجن معايا وتبقى عجينة متماسكة اهوت. بدعك فيها بتنعم معايا وبتعجن اهوت، بدأت تلم معايا، اتلمت خلاص، وهي دي العجينة، وهسيبها تستريح شوية. عندي المية هحطها على السكر، 50 جرام مية على 100 جرام سكر، هحطهم على بعض وأقلبهم كويس، معاهم سنة الفانيليا، وأجيب العجينة بتاعتي أحط عليها الخليط ده وهعجنها ببعضها. هعجن الخليط ده مع البيكنج باودر، البيكنج باودر طرف المعلقة صغير، المعلقة الصغيرة طرفها بس اهوت. هبدأ أعجن العجينة ديت مع المية والسكر والفانيليا والبيكنج باودر لحد ما تبقى عجينة، هتبقى طرية بس هتشد بعد كده، يعني هتبقى في ايدك طرية، انما لما تيجي تشتغلي هتلاقيها شدة وعجينة عجينة يعني اهوت. بقلب فيها كويس عشان تلم بعضها اهوت، قلبتها كويس اهوت، بدأت تلمها زي ما انت شايفة على رش الدقيق كده على الرخامة، وهطلعها احطها على الرخامة، ورش الدقيق تاني صغيرة كده عليها، ويا دوبك بس بنعمها، بس كده اهوت، مش بعجن ولا حاجة، أنا بنعم بس العجينة، وعلى كده هي تمام خلاص اهيت. هنعمل ايه بعد كده؟ عندنا سمسم، كمية سمسم اللي انت عايزاها اللي هي تكفي العجينة ديت، ومعلقة سكر ونقطة مية، اهي هحطهم على بعض وادعكم. السمسم ده تقريبا 50 جرام، او بتحب السمسم زودي السمسم براحتك، لان انت اللقمة هتحطيها في البسكوت هتحطيها في السمسم، فهتشتغل على قد ما تشتغل بقى اهوت. خلصنا السمسم، هاخد حتة من العجينة مع تعفير الدقيق صغيرة خالص كده، هتلاقي العجينة في ايدك غريبة، في ايدك كده منفوخة كده رغم ان هي مفيش فيها خميرة وطرية، عاملة زي الغريبة كده. هتقطعي حتة العجين بعد ما عملناها اسطوانة، هنقطعها قطع صغيرة اهيت، وهاخد الحتة لفها على ايدي، وبكلوة ايدي هتك عليها اهوت، افردها واخدها احطها على السمسم وفي الصينية، او الفها على الرخامة كده اهي، لفتها وحطيتها على السمسم، وهتك عليها وارفعها. شوف الطريقة اللي تريحك اشتغلي بيها اهوت، واحطها في الصينية، واكمل وهتعلقه اهوت. خلصت خلاص،
هيخش الفرن على درجة 160 يستوي، وديك شايفينه بعد ما استوى، لأنه عامل زي البوتفور والبسكوتات والحاجات ديت، طعمه جميل جدا وشكله جميل جدا اهوت، ناشف وناعم، وطعم السمسم المحمص عطيله طعم تاني خالص، نوع محترم يعني هتحبه اهو شكله. ما بياخدش وقت في الفرن كتير اهو، شكله جميل جدا وطعمه فعلا هتحبوه يعني. بسم الله ما شاء الله زي الفل، حاولوا تجربوه وان شاء الله هيعجبكم. واذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير، واشتركوا في القناة، في زر احمر تحت اتكوا عليه هيشترك في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.